في ظل انشغال مصر بالأوضاع المشتعلة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وكمان ده قبل أسابيع من جولة مفاوضات السد المرتقبة بين مصر والسودان وأثيوبيا في أديس أبابا، ظهرت موجة من الأخبار عن استعدادات أثيوبيا لتنفيذ الملء الخامس للسد. يا ترى إيه حكاية الملء الخامس؟ وهل فعلا أديس أبابا بتستغل انشغال مصر في أحداث المنطقة عشان تخدم أهدافها في تعبئة سد النهضة؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في التقرير ده من 5 بالعربي. صور فضائية جديدة بتكشف اللي أثيوبيا عملته، وإنها فتحت بوابة تصريف المياه الشرقية بشكل كامل عشان تمرر المياه الزايدة، وده يعتبر استعداد لتعلية الحائط الخرساني للسد والبدء في الملء الخامس. واعتبر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عباس شراقي التحركات الأثيوبية الجديدة بأنها خطوات فنية معروفة لبدء مرحلة الملء الخامس خلال أسابيع قليلة. وقال شراقي إن سد النهضة فيه بوابتين تصريف للطوارئ، وفتحت أثيوبيا دلوقتي واحدة من البوابتين دول لتصريف المياه، لأن التوربينات مش شغالة، وهيتم تصريف المياه الزايدة خلال حوالي 3 أيام، وبعدها يتساب الممر الأوسط حوالي أسبوعين علشان ينشف، وتبدأ بعدها مرحلة التعلية الخرسانية اللي تعتبر تمهيد للملء الخامس اللي هدفه تخزين 64 مليار متر مكعب من المية، وهي زيادة كبيرة عن المخزون الحالي من الملء الرابع وهو 41 مليار متر مكعب. والتحركات الأثيوبية الجديدة دي حاجة قبل جولة مفاوضات الرابعة حول سد النهضة هتعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وده في ديسمبر اللي جاي بمشاركة الدول الثلاثة، وعقب الجولة الثالثة من المفاوضات اللي تعقدت في القاهرة خلال 23 و24 أكتوبر اللي فات من غير التوصل لاتفاق. ووفق شراقي فإن لجوء أثيوبيا لفتح واحدة من بوابتين التصريف الخاصة بالطوارئ لتصريف المياه الزيادة بيؤكد إنها فشلت في تشغيل التوربينات واللي بتسمح بمرور المية الزيادة. كمان المياه اللي بيتم تصريفها في الوقت الراهن بغرض التجفيف والتعلية هي مياه مهدرة لا يستفيد منها أي طرف. ووصف شراقي الإجراءات الأثيوبية الجديدة بإنها استغلال لانشغال مصر بمشاكل القطاع عشان تكمل في كافة مراحل السد بشكل أحادي. وكان وزير والموارد المائية المصري هاني سويلم حذر الأسبوع اللي فات من أن مصر جاية على رأس قائمة الدول الأقل من حيث معدل الأمطار، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% اللي جاي من خارج الحدود. ووصف خلال أسبوع القاهرة للمياه الممارسات الأثيوبية بأنها ممارسات أحادية غير تعاونية ممكن أن يكون لها تأثير كارثي على مصر. كمان لفت الوزير المصري وقتها إلى أنه في حالة استمرار الممارسات دي على التوازي مع فترة جفاف مطول ممكن ده يسبب خروج أكتر من 1,100,000 شخص من سوق العمل وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية. وكان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر أيمن عبد الوهاب وصف التحركات الأثيوبية الجديدة بأنها امتداد للنهج الأثيوبي المستند على سياسة فرض الأمر الواقع، وأضاف أن أثيوبيا ما كانتش يوم جادة في التفاوض بخصوص ملف سد النهضة، ودلوقتي بتستغل انشغال مصر والعالم في أحداث القطاع لتمرير الخطوات اللي هي عايزاها. وقال ما اعتقدش ان جولة التفاوض المرتقبة الشهر اللي جاي هتحقق اي شيء او تختلف عن الجولات السابقة.